السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا إحنا مازالين في موديل 7 implementing DNS، فقلنا شفنا root hint وشفنا شنو هو forwarding، يعني شنو هو forwarding شنو يعني، ودرنا له الكونفيغوراسيون. ودابا غادي نكملوا على هاد الموديل. فقبل ما نكملوا، ما تنساوش واحد الحاجة مهمة بزاف، اللي هي دخلوا لاشين ديالي وتبارطاجيو الفيديو وديروا لايك وسبسكرايب، حيت كاع لي فورماسيون غادي نبقى كنحطهم فين في لاشين فور فري. فما تنساوش بارطاج مع اصحابكم، مع الناس اللي انتريسي بهاد الفورماسيون. ونجيو لهنا نكملوا على فهم فين وصلنا. فمن بعد ما شفنا الفوروردين الفوروردر، دابا شنو غادي نشوفو؟ غادي نشوفو الكونديشنال يعني الكونديسيونيل فوروردين. فمزيان، شنو هو هاد الكونديسيونيل فوروردين؟ يعني شنو كيعني؟ هو قبل شنو كان فوروردر؟ فوروردر كيمشي ديريكتومون فين للروت، كنديرو له الفوروردر يعني يقدر يمشي للروت، يعني حنا نقدر نصيفطوه للروت فين هنا كيمشي فين كيمشي للروت، كيمشي لكم، كيمشي للكونت، يقدر كي هو كيبدا منين؟ كيبدا من الروت. ولا حنا كنسبيسيفيك كنقولوا له منين تبدا هنا؟ لا، هنا شنو في كونديسيونيل فوروردين شنو كيدير؟ كنقولوا له سير لواحد السيرفر بالضبط. اذا شنو كيمشي لواحد السيرفر؟ يعني كحنا كنوجهوه، يعني كنقولوا له سير لواحد السيرفر، اوتوماتيكمون هو كيمشي لواحد السيرفر. يعني حنا كنديروا له الكونفيغوراسيون، الا ما بقاش في داك السيرفر ما كيمشي، ما كيرجع الريبوس، كيقول لك ما لقيتش، يعني ما غاديش يمشي للروت. ولا يعني حنا كنقولوا له ها فين تمشي، يعني كونديسيونيل، يعني شنو كتعني كونديشنال؟ يعني فوروردين، يعني حنا كنعطيو له واحد الشرط ها فين غادي تمشي. فاذا لاحظتوا هنا في هذا الشيما، يعني قال لك كويري فور www.contoso.com، فغادي نمشي لوكال سيرفر. دي ان اس لوكال سيرفر مكونفيغرين فيه، شنو مكونفيغرين هنا؟ كونديشنال فوروردين. شنو غادي يدير؟ غادي يمشي ديريكتومون، ها هو غادي يمشي ديريكتومون فين؟ contoso.com DNS. ها هو مشى ديريكتومون لعندو، وهذا عطاه الكويري، يعني ديريكتومون شنو عطاه الكويري. فهادي كتوقع فين؟ في الاي اس بي، بحال دابا الاي اس بي ولا فورنيسور داكسي. بحال دابا انا عندي واحد لالين ديال دابا ديال ينفرد ديال لاي اس بي ديال اتصالات ديال الانترنت. فانا هنا الدي ان اس ديالي شنو؟ انا كنخدم دي ان اس عادي، واني غير كنكتب شي سيت كيمشي ديريكتومون فين؟ لاي اس بي، يعني ديريكتومون شنو؟ كيمشي للدي ان اس ديال لاي اس بي، يعني مكونفيكري واحد الفوروردين، يعني ديريكتومون كيمشي لاي اس بي. لاي اس بي هو اللي كيرجع لي داك الريزول، يعني كيرجع لي الريبونس. فكيفاش غادي نديرو مكونفيكريو هاد كونديشنال فوروردين؟ سهله، نمشيو للسيرفر ديالنا اللي خدامين به. بعدا هنا عندنا واحد البي دي سي، ها هو البرايمري دومين كونترولر اللي خدامين به، هذا فيه الدي ان اس، وعندنا داك الدي ان اس فوروردر، ها هو اوبن كونسول هنا هذا. فبالنسبه لهذا غنجيو هنا فايلا، جينا لهنا تولز، نمشيو بعدا الكونسول ديال دي ان اس. فقلنا شفنا الفوروردين قبل، نشوف واش مكونفيكري شي فوروردين، باش نتاكدو ها هو ما كاينش شي فوروردين. باش كنديرو كونديشنال فوروردرز سهله، ها هي كاينه هنا بوحدها لتحت، كنديرو هكا ونديرو نيو كونديشنال فوروردين، ونديرو دي ان اس دومين. دي ان اس دومين تازا دوت لوكال هادي، يعني هادي فرها جو هنا نجيو لهنا تولز وندخلو دي ان اس. هاهي دي ان اس تازا دوت لوكال وهنا نديرو واحد تيست، نديرو واحد ريكورد، نديرو تيست ونعطيو له الادريس اي بي 192.168.1.29، يعني 29 ادريس تاعو
شنو غادي نديرو دابا؟ هذا شنو الاي بي ديالو؟ ها هو ما تبدلش اي بي كونفيغ نو اي بي كون بي كونفيغ ها هو 192.168.1.100 مزيان. دابا غادي نجيو لهذا هكا. فاول قبل ما نديرو الفوضى غادي نجيو لهنا نديرو انيس لوك اب نديرو تيست دوت تيست دوت تازا دوت لوك اب. ها هو مازال ما كاينش ما قد حتى شي حاجه يعني ما قدرش يدير ريزول. فانا فاش نفتحو نديرو هكا نديرو نيو كونديشنال فورورده نديرو هنا تازا دوت لوك اب الدومين ديال اللي فيه داك تازا دوت لوكال. وهنا نديرو لادريس اي بي 192.168.1.100 نديرو اوكي. هنا واخا كيعطينا هادي بالحمر يعني هي كيقول لك دي سيرفر it is not authorized for the required zone. هادي ما واخا كيدير لنا كنزيدو نكملو على كونفيغوراسيون صحيحه. فاش كنديرو هكا هما كندخلو تازا دوت لوكال كيعطينا فورورد. فباش نتيستيو نرجعو نفس الباور شيل ديالنا هكا ونديرو بحال هكا وهكا. هو شوفوا الى لاحظتوا ها هو عطانا نو اوتوريتاسيف انسر عطانا تيست فانتازا بوان دوت دوت لوكال. ها هو عطانا لادريس اي بي فمزيان يعني ها هو عطانا لادريس اي بي هي 29 اللي درنا ودرنا تيست. ف نكونو هنا نكونو درنا كونديشنال فوروردين درنا فوروردر العادي اللي قبل غادي نكونو سالينا في هاد الفوروردرز. فنتمنى تكونوا استفدتم هاد لا فيديو وما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم ومع الناس اللي انتريسي بالفورماسيون. وما تنساوش تدخلوا لاشين ديالي حيت تلقاو كاع لي فيديو اللي كندير تلقاوهم هنا فور فري فلاشين يوتيوب. وسبسكرايب لايك اند شير ما تنساوش. والسلام عليكم ونتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله.